السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل رحلتنا في الكانسر كولون اللي مش راضية تخلص. بس هو يعني معلش دايما معروف كده، أول درس تتكلم فيه على الانفلاميشن بتجيب فيه من اليمين شوية ومن الشمال شوية، وتجيب من كل حاجة عشان تدي جنرال رولز وبرنسبلز للانفلاميشن عامة. تيجي تتكلم على أي دروس تاني في الانفلاميشن بعده تلاقي الموضوع سهل جدا في الانزاس بيسز. نفس الكلام لما تيجي تتكلم على تيومرز، اول درس بتتكلم فيه عن الانكولوجي والتيومرز الامور بتبقى صعبه فيه شويه كده، وانت بتحاول تدي جايد لاينز وبرود تيرمز على الانكولوجي عامه. بعد ما درس الكانسر كولون ده يخلص، اي كانسر في الجسم هتلاقي الموضوع مش هياخد ربع ساعه معاك مذاكرته. فناخد راحتنا فيه لحد ما تبقوا بيرفكت في الكانسرز، وغالبا الامتحان كده مش هيبقى الاثنين الجاي، يا رب يبقى الاثنين اللي بعده، عبال ما نخلص الكانسر كولون والتريتمنت بتاعه كل الاضافات والكونستيتوينتس بتاعته كده، ونقرر الموضوع كويس معاكم. غالبا محتاجين 10 ايام من دلوقتي. طيب انا كنت اتكلمت اخر حاجه على السبريد، الترانسيسيرومك سبريد شرحته ان ديتيلز، البلاد سبريد شرحته ووضحت ان الليفر الاول، بعد كده اللانج، بعد كده اي اورجان، الليمفاتيك سبريد بالراحه كده مع بعض، اول محطه من الليمفاتيك فيسلز والليمف نودز على الوول بتاع الكولون. على الوول ايه؟ على الوول يعني في ليمفاتكس على الوول وفي ليمف نودز على الوول. مش في ارتريز داخله الكولون على الوول؟ مش احنا قلنا الليمف ماشي على ضفاف الارتريز، الليمف فيسلز والليمف نودز ماشيين على ضفاف الارتريز؟ يبقى اول مرحله من الليمف نودز اللي هتتاثر اللي جنب السيروزا، اللي جنب الفيسر اللير بتاعه البريتونيوم اللي بيكفر الكولون والريكتا، اسمها ايبي كوليك. ايبي يعني فوق الوول بتاع الكولون. دي اول ليفل. تاني ليفل بعدها ب 2 سم لاترال ليها، باراكوليك، يعني يمين القولون شويه وشماله شويه بسنتي او 2 سم، باراكوليك يعني جنبه. دي تاني مرحله من الليمف فيسلز والليمفاتكس بتتاثر. تالت مرحله بقى يبتدي ليمفاتكس وليمف نودز ماشي على ضفاف ارتريز محترمه، سوبيرو ريكتال ارتري، اليوكوليك ارتري، ترانسفيرس كوليك ارتري، ميدل كوليك ارتري، ليفت كوليك ارتري. يبقى الارتري المرحله دي بسمي الليمف نودز باسم الارتري اللي ماشي على ضفاف. يعني مثلا بتكلم عن كانسر ريكتال، هتقول يبقى المرحله الاولى اي بي ريكتال، بارا ريكتال، المرحله الثالثه سوبيريور ريكتال ليمف نودز، سوبيريور ريكتال ليمف نودز، الليمفاتكس والليمف نودز اللي على ضفاف السوبيريور ريكتال ارتري، دي ثالث مرحله. رابع مرحله السوبيريور ريكتال طالع من مين؟ طالع من الانفيريور ميزنتريك ارتر، يبقى الليمف نودز ماشيه مكمله نفس طريقها، الليمف نودز والليمفاتكس اللي على ضفاف الانفيريور ميزنتريك ارتر، دي رابع مرحله. خامس مرحله مين يا دكتور لو بنتكلم على كانسر ريكتام؟ الانفيريور ميزنتريك طالع من الاورطه، يبقى الليمف نودز على ضفاف الاورطه يمينه وشماله، اسمهم بارا اورتيك ليمف نودز. طيب سادس مرحله الليمفاتكس رايحه من البارا اورتيك ليمف نودز تصب الليمف في السيسترنا كايلاي بما فيها المالجنانت سيلز، يبقى المالجنانت سيلز سادس مرحله عبت في حمام السباحه العالمي اللي في الابدومن اللي اسمه سيسترنا كايلاي. سابع مرحله الليمفاتكس ماشيه سروزا سوراسيك داكت ما بين السيسترنا كايلاي لحد فوق عند النك، الليفت جاجولار ليمف ترانك بما فيها الفوكال ليجنز والمالجنانت ليمفاتكس. طيب عند الليفت جاجولار ليمف ترانك هتصب في البريكيوسيفاليك اليمين والشمال، كل واحده تصب في الناحيه من ناحيتها، كل الجسم واللور ليمب والابدومن والشيست بيصب في الليفت جاجولار ليمف ترانك اللي هتصب في مين؟ في الليفت النومينيت فين او الليفت بريكيوسيفاليك فين. ايه ده الليمف يصب في فين؟ ما احنا اتفقنا ان الليمف بعد ما هيلف لفته في الجسم كله اخرته مين؟ اخرته الفينس سيركيوليشن عشان يروح الهارت. طب خلاص اهو الليمف كده دلوقتي هيبقى سيستميك ومع الفينز يروح في كل الجسم يملى كل الليمف نودز بتاعه الجسم، سيرفايكال واكزيلاري وميدياستاينال وريتروبيروتونيال وانجواينال وكل حاجه في حته هنا قبل ما الليمف يملى الجسم كله. هو والليمف فيسلز، الليمف المالجنانت الفوكال ليجنز اللي في حمام السباحه ده اللي عند الليفت جاجولار ليمف ترانك ده تحت الكلافيكل على طول. الليمف الفوكال ليجنز اللي مليانه مالجنانت سيلز، تقول لك ايه ده يا عم؟ ده فوق الكلافيكل في مجموعه من الليمف نودز حلوين كده اسمهم فيركاو ليمف نودز على اسم راجل الماني اسمه فيركاو،
سماهم على اسمه. ودول جايبين الليمف بتاع الهيد والنك وبتاع الرقبة ونازلين بيه من فوق لتحت عشان يصبوا جوه حمام السباحة ده اللي هو اسمه ليفت جاجولار ليمف ترانك. المالجنانت سيلز كيبابل اوف انها تمشي عكس الاتجاه. دي تاني معلومة جديدة. المعلومة الجديدة اللي قلتها قبل الريست ان المالجنانت سيلز تنتقل لأي تيشو عن طريق الليمفاتكس بطريقتين، يا اما امبولايزيشن تجري تطير ضربة جزاء، يا اما امبولايزيشن تفضل تزق بعضها تزق في بعضها وتسد اليومن وتعمل الليمفديما هي وبتزق في بعضها. الطريقة الثانية انها تمشي عكس الاتجاه. ايه ده؟ يعني الليمفاتكس المفروض اتجاهها بتاعت الرقبة جاية من الفيركاو معدية نازلة لتحت عشان تصب في الجاجولار ليمف ترانك. الجاجولار ليمف ترانك مليانة مالجنانت سيلز، تروح ماشية عكس اتجاه الليمف وتروح طالعة تعمل انفلتريشن للفيركاو اللي هي الليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نودز او الليفت لور ديب سيرفايكال ليمف نودز، تروح تعمل فيها انلارجمنت. جه هنا عامنا تروازيه وصف الشكل الجمالي اللي بيحصل ده، وصف المشكلة دي، قال لك لما تلاقي الليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نودز او الليفت لور ديب سيرفايكال ليمف نودز اللارجد، دي مشكلة. هتقول مشكلة ليه يا عم؟ عادي، ما دي دريننج للليفت سايد اوف ذا هيد والنك، ممكن يكون في شوية انفلاميشن في الرقبة، في شوية انفلاميشن في الفارنكس، تونسيلو فارنجايتس، كانسر، حتى لو هي مالجنت كانسر سايرويد كانسر فارنكس. قال لا ما تفرقش معايا دي، قال الهيد والنك فري. ايه ده؟ امال ايه اللي جابها ضاب الفيركاو ليمف نودز وخلاها اللور ديب سيرفايكال ليمف نودز تبقى اللارجد لما المنطقة اللي بدرينت الهيد والنك فري؟ قال لك اهو دي مالجنانت سيلز كانت في حمام السباحة ليفت جاجولار ليمف ترانك ومشيت عكس الاتجاه من تحت الكلافيكل لفوق الكلافيكل وكبرت الليفت لور ديب سيرفايكال ليمف نودز او بين قوسين الليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نودز او اللي هي بين قوسين فيركاو ليمف نودز. وده معناها ان اللي عملها الانفلتريشن ده مالجنانت سيلز جايه منين؟ غالبا مصيبه في البق، كانسر في الابدومن. ده واحد من الفيرست بريزنتيشنز او الاتيبيكال بريزنتيشنز بتاعت كانسر ستومك، كانسر في الليفر، كانسر اوفري، كانسر لا مش اوفري، الاوفري ده سيستميك، سوري بقى عشان ما الفش، كانسر في الجي اي تي. اي كانسر في الجي اي تي من اول الاسوفجس لحد الابر فورس بتاع الانال كانال واحد من الاتيبيكال بريزنتيشنز بتاعته ليفت لور ديب سيرفايكال ليمف نودز، ليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نود انلارجمنت، فيركاو ليمف نود انلارجمنت. ليه ليفت لور ديب سيرفايكال ليمف نودز؟ ليه دي بتاعه الرقبه اللي خليها تبقى انلارجد بسبب مشكله في الابدومين؟ الرد بتاعك كلمتين، ريتروجريد ليمفاتيك بيرميشن. كل ده عشان احفظك الكلمه دي، ريتروجريد ليمفاتيك بيرميشن. ايه معنى ريتروجريد ليمفاتيك بيرميشن؟ ان المالجنانت سيلز تمشي عكس تيار الليمف. عارف النيل ماشي من الجنوب رايح الشمال، لو في حاجه وحشه تمشي عكس التيار من الشمال للجنوب. نفس الكلام النيل بتاع الليمف ماشي المفروض من اللور ديب سيرفايكال ليمف نودز ونازل من فوق لتحت عشان تصب في الجاجولار ليمف ترانك اللي تحت الكلافيكل، لكن لو للاسف الجاجولار ليمف ترانك اللي تحت الكلافيكل فيها مالجنانت سيلز وحشه تمشي عكس التيار وتروح انفلتريت وتافكت الفيركاو ليمف نودز اللي هي فوق الكلافيكل، تمشي من تحت لفوق عكس التيار، ما هي مالجنانت ماشي ريتروجريد. والطريقه ايه؟ مش امبولايزيشن بيرميشن، واحده تزق واحده واحده تزق واحده لحد ما توصل وتملى كل اللور ديب سيرفايكال ليمف نودز اللي على ناحيه الشمال وتعمل لهم انلارجمنت. طيب هل يا دكتور لو اللي انلارجد الرايت لور ديب سيرفايكال ليمف نودز او الرايت سوبرا كلافيكولار ليمف نودز؟ طبعا الرايت فيركاو ما وصفهمش فما اقدرش اقول فيركاو على الرايت، حتى انا على الشمال ما قلتش ليفت فيركاو، قلت فيركاو بس. فيركاو الالماني وصف الليفت لور ديب سيرفايكال ليمف نودز او الليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نودز بس، ما وصفش اليمين. ليه؟ ما لهمش اي لازمه، بيدرين مين اليمين دول؟ الرقبه في الناحيه اليمين رايت سايد اوف ذا نيك، والهيد في الناحيه اليمين، ودي ما لهاش اي لازمه معانا عادي. تبع الجي اي تي كانسرز عمرها ما هتعمل رايت ابر ديب سيرفايكال ليمف نودز ولا هتعمل رايت سوبرا كلافيكولار ليمف نودز بدري، لكن ليت بعد ما الليمف يملى الجسم كله وينتشر في الجسم كله وتكون الفيركاو اللارجد بتروازيه ساين عادي،
واحده من الجنراليزد لمفادينوباسي الرايت لور ديب سيرفايكال لمف نودز هتبقى اللارج. يا ريت حد يبعت يقول الحته دي اتفهمت، عشان دي مهمه في كانسر ستومك، في كانسر اسوفيجاس، في كانسر ديودنم، في كانسر جوجنم، وفي كانسر بنكرياس، وفي كانسر ترانزفيرز كولون، وفي كانسر ديسندنج كولون، وفي كانسر سيجمويد، وفي كانسر ريكتم، وفي كانسر ابر فورس اوف انال كانال، وفي كانسر في الليفر. كل دول واحده من الفيرست بريزنتيشنز بتاعتهم الاتيبيكال، ليفت لوور ديب سيرفايكال لمف نود انلارجمنت، ليفت سوبرا كلافيكولار لمف نود انلارجمنت، فيركاو لمف نود انلارجمنت. كل ده بين قوسين اسمه ايه؟ تروازيه ساين. ديو 2 سجلوها على الورقه، ريتروجريد لمفاتيك بيرميشن، بس متفسره وحدها، ما حدش هيقول لك بعديها حاجه تاني. الاستاف اول ما هيسمعك بتقول الكلمه الحلوه اللي بالانجليزي دي هيكسر، يقول لك يعني ايه؟ هيقول لك كفايه يا دكتور ان انت عارفها، كفايه ان انت بترد عليا بالانجليزي وبتقول لي مصطلح محترم ريتروجريد لمفاتيك بيرميشن. ده اللي جاب لك قاعد يقول لي اصل هو يا دكتور الليمف والسائل الليمفاوي مش عكس الاتجاه، اصل هو يا دكتور السائل الليمفاوي نقض من تحت الكلافيكل اللي فوق الكلافيكل. كل ده كلام صح، بس بالعربي توصيفه ريتروجريد لمفاتيك بيرميشن. طيب اخش بقى للموضوع الاساسي. الساعه كام؟ الساعة واحدة وتلت، هشرح تلات تربع ساعة إن شاء الله لحد الساعة اتنين من غير ما حد يمد يده علي. إيه الموضوع الأساسي؟ الكلينيكال بيكتشر بتاع الكولوريكتال كانسرز. البالك الكلينيكال، متعة الجراحة، شكل العيان اللي هيجيلي، هشخص العيان إزاي، العيان هيجيلي يشتكي من إيه. دي أكثر جزء ممتع في الجراحة هو الكلينيكال بيكتشر. مفروض أنت وبتذاكر تبقى مستمتع، انت بتذاكر الشكوى اللي هيشتكي لك بيها قريبك، عمك، خالك، جدك، جيرانك، واحد من البلد، واحد زميلك بيحكي لك عن عمه، عن خاله، عن باباه، عن جده، وهكذا. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع الكولوريكتال كانسرز؟ هاخدهم من تحت لفوق، زي ما انا ابتديت الشرح من الانس وانت طالع لفوق، هاخدهم كلينيكال بيكتشر من الانس وانت طالع لفوق. الكلينيكال بيكتشر بتاع الكانسر بتاع الانس الكلام لسه شرحه من شويه. السكويموس ماس فرايبل بليدنج ان تاتش بينفول، وهتتشخص وهتلاقيه عيان مش ماشي ستريت، عنده هيومن بابيلوما، عنده اتش اي في، انال انتركورس الفيميل، هوموسيكشوال. طيب الساند اللي فوقيها الاندوديرم اللي هو فوق الدنتيت لاين زي باقي الجي اي تي بليدنج بالريكتم. ايه الكرايتيريا؟ سجل عندك من اول دلوقتي، كل واحد يمسك نوته ويسجل الديتيلز دي. لما اجي اقول لك في الشفوي قول لي الكرايتيريا بتاع البليدنج بالريكتم في كانسر انس، وفي كانسر ريكتم، وفي كانسر سيجمويد، وفي كانسر ديسندنج، وفي كانسر ترانزفيرز، وفي كانسر سيكا. ما تقول لي ايه؟ ايه؟ انت مجنون؟ كلهم بليدنج بالريكتم، دم طالع من فتحة الشرج. لا بقى، الكمية والكالر والتكستشر والتايمينج بتاع الدم ده يفرق من حتة لحتة. يعني ايه؟ يعني الصندي بتاع الانال كانال اللي تابع الاندوديرم اللي هو فوق الدنتات والريكتم مع بعض، هما الاثنين حمام دم. حمام دم زي البواسير، اول ما يجي يعمل حمام براز يلاقي حمامات دم بتنزل؟ لا، ده حمام دم وفرش، بس مش في مواعيد البراز، ملوش علاقة بالبراز خالص. ممكن يجي بالتزامن مع الديفيكيشن، وممكن يجي بعيد عن الديفيكيشن. العين يجي يقول لك يا دكتور انا بنزل دم فرش، دم احمر طازة، عمال على بقضال، كل ساعتين ثلاثة بص الاقي الاندر بتاعي مليان دم وغير، اندر بتاعي مليان دم وغير. ليه؟ انا كنت فاكر عندي بواسير، بس الاعراض بتاعتي ما بتاعتش بواسير يا دكتور، انا ما عنديش الم في فتحة الشرج، ما عنديش السويلنج اللي بيبقى طالع من فتحة الشرج، انا عندي نزيف. طب في الم؟ هيقول لك لا، لان احنا فوق الدنتيت لاين ما فيش سنسيشن. هيقول لك بس دايما عندي سنسيشن ان في حاجة جوه مش راضية تنزل، تنزمس، بتحم كتير يا دكتور، بحزق كتير انا وفي الحمام، حاسس ان في حته براز مش راضيه تنزل. ايه حته البراز دي؟ الماس دي، التيومر، الاريتيشن اللي عامله التيومر للتيشو. دايما عنده اسمه بالانجليزي ايه ده؟ سنس اوف انكمبليت ايفاكويشن. دايما عيان كانسر الريكتوم والكانسر بتاع الابر فورس بتاع لينا الكنال يقول لك انا عندي تينزمس وسنس اوف انكمبليت ايفاكويشن وبطلع دم فريش بروفيوز، بس مش بروفيوز، مش غزير لدرجه البواسير. البواسير هي ذا موست ماسيف بليدنج بالريكتم، حمامات كاشونز.
طيب دي الكرايتيريا بتاعت البليدنج بالريكتم في السنتي اللي فوق بتاع الانال كانال والريكتم. تاني حاجه سكندري بايلز. ايه مش انا شرحت في درس البواسير قلت يا جماعه في كانسر ريكتم بيعمل سكندري بايلز والبورتال هايبرتنشن بيعمل سكندري بايلز والباست هيستوري اوف دي في تي وفاسكولار ديزيز بيعمل سكندري بايلز وقلت ان البريجننسي بيعمل سكندري بايلز والتريتمنت بتاعهم هم الاربعه تريتمنت اوف ذا كوز. وقلت لكم في جراحين فشله يجي لهم عيان 60 سنه وكشكتك وفيري باجينال كونديشن وكرونيك دايريا وبليدنج بالريكتم ويلاقي ثلاثه سويلنجز كده طالعين من الانس عند الساعه 3 و7 و11 بواسير يلا بينا نعملها. ابن المريض ولا بنته يا دكتور ده حالته تعبانه ويعني الجنرال كونديشن بتاعته ما تسمحش يا دكتور متاكد ان هو لازم يعملها. بواسير هسيبه يموت يا دكتور يعني ما يطلعش السبب حاجه تاني ده عمره ما اشتكى من بواسير قبل كده ولا حاجه ده الموضوع ده ظهر خلال الفتره الاخيره بس لا هعملها. وتروح داخل انت بكل غشوميه وكل غباء رابطهم هيجولك بابوهم بعد اسبوع نفس البيكتشر اللي كانت قبل العمليه الثلاث كور دم عند الساعه 3 و7 و11 اتفضل يا دكتور انت ايه شلتها كلها ولا مش شلتهاش؟ والله شلتها كلها والله انا مش كنتوا شايفين بعد. طب امال ايه اللي حصل رجعت ليه تاني؟ ده كانسر ريكتم وعامل كونجيشن في الريكتال فيسلز وعامل كونجيشن في الكاشونز قافل عليها مخليها كل شويه تعمل سولنج جديد كل ما تربطها تعمل سولنج جديد. دي اسمها سكندري بايلز دي واحده من المين بريزنتيشنز بتاعت الكانسر ريكتم سكندري بايلز. يعني عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول لك اي عيان فوق ال 50 سنه عنده بواسير لازم تعمله كولونوسكوب وتشوف الريكتم كويس ممكن يكون البواسير دي بسبب كانسر ريكتم لان البواسير كومون في الاولد ايج بس بيديك لونج هيستوري كرونيك انستيبيشن تعبان ليا فتره بحزق ليا فتره ما خسش وما عندوش باد جنرال كونديشن وما عندوش الدايريا وما عندوش التنزمس. طيب يبقى كانسر كولون او كانسر ريكتم وابر فورس اوف انال كانال البرزنتيشن بتاعه فريش بليدنج بالريكتم انترميتنت على فترات ملوش علاقه بالديفيكيشن سكندري بايلز تنزمس سنس اوف انكمبليت ايفاكيويشن. دي الكريكال بيكتشر بتاعت كانسر ريكتم والابر فورس بتاع الانال كانال. اطلع فوق شويه بقى سيجمويد. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت كانسر سيجمويد؟ برضو بليدنج بالريكتم بروفيوز زي الريكتم والانس الابر فورس لا اقل شويه. العين يقول لك يا دكتور مع كل براز بحس فيه دم البراز لونه كله محمر كاني بعمل براز كله دم. تقول له يعني بتنزل حمامات دم. يقول لك لا ما تفهمني يا دكتور بقى بقول لك مع البراز بلاقي البراز فيه دم كتير حواليه فريش فريش يا دكتور. كميات كبيره لا مش كميات كبيره يا دكتور بس مع كل براز فيه دم. طب ما يمكن بواسير. يقول لك لا عمري جات لي البواسير ولا عمري جات لي ولا في اي حاجه بتنزل من فتحه الشرج. بقول لك يا دكتور كل مشكلتي بليدنج بالريكتم فريش بس مش بروفيوز مخلي كل البراز لونه دم. بعيد عن البراز ممكن تنزل نقط او ممكن تنزل كميات بس مش كتير يا دكتور. انا مشكلتي الاساسيه مع البراز اللي بتخضني لما بلاقي البراز فيه دم كتير. ده البليدنج بالريكتم او دي الكرايتيريا بتاعت الديسندنج كولون او بتاعت السيجمويد. اصلا السيجمويد والديسندنج كولون كانسر. هتقول لي السيجمويد بيعمل سكندري بايلز؟ لا. السيجمويد بيعمل تنزمس هيحس في انكمبليت ايفاكيويشن؟ لا. يبقى السيجمويد المين بريزنتيشن بتاعه البليدنج بالريكتم بتاعه ريليتد للستول مع الديفيكيشن مش كميات بروفيوز زي الريكتم والابر فورس بتاع الانال كانال مفيش سكندري بايلز مفيش تنزمس. امال ايه اللي بيميز الريكتم بقى؟ هات لي السيجمويد انسان ابستراكشن. 95% من عيان السيجمويد كانسر بيجوا انستاينر اوبستراكشن انسداد معه في الضوارئ سواء رجاله او ستات. ايه مشكلتهم؟ يقول لك كده بالظبط يا دكتور والدتي يا دكتور والدي يا دكتور عمي ده ليه شهرين اتلخبطت الدنيا معاه. ايه؟ ليه شهرين ابتدى يزيد عنده امساك يزيد. هو كان زمان العادي بتاعه يا دكتور يعمل كل 3 ايام من شهرين ابتدى يعمل كل 4 ايام كل 5 ايام ومع الامساك ده يجي له اسهال. تقول له انت ما بتفهمش ما هو امساك يا اسهال. يقول لك بس اسمعني يا دكتور ده فتره الصبح بس يفضل ينزل كميات مخاض رهيبه كانها اسهال بس احنا بنبص معاه عليها مش لونها بني ما تحسهاش براز بس هي مش اسهال. ده يا دكتور ميوكس دايريا
سبيوريس دايريه، دايريه كاذبه، ده مش فيه كالماتر، ده ميوكس متحوش، فيه انسداد، فوق الانسداد البراز كله متحوش، وتحت الانسداد الميوكس جلاند شغال طلع ميوكس يتحوش على مدار اليوم ويروحوا طالعين الصبح. اسمها ميوكس دايريه او سبيوريس دايريه. يبقى عيان السيجمويد كانسر هيجي يقول لك كده في الطوارئ، يجي في صورة انسداد معوي، ابدومينال بين، ابدومينال ديستنشن، كونستيبيشن وفوميتنج. تاخد منهم هيستوري يقول لك الراجل ده ليه شهرين العادة بتاعته يا دكتور في البراز باظت، كان بيدخل كل 3 ايام بقى كل 4 ايام، بقى كل 5 ايام، بقى كل 7 ايام، واحنا جايبينه لك دلوقتي ليه 8 ايام ولا ليه 10 ايام ما نزلش ولا نقطة براز، بس عنده اسهال الصبح. تروح انت تستغرب اسهال، اه يقول لك اسهال يا دكتور، مخاط لون ابيض بينزل كل يوم الصبح، سبيوريس دايريه يا دكتور، هي اللي مكتوبه في الكتاب كده، فولس دايريه. طيب يبقى البيكتشر بتاعه السيجمويد هيجي غالبا 95% انتستينال اوبستراكشن، انسداد. طب ايه اللي سد ده؟ انت قلت لنا قبل كده ان الماس الارنبيطه دي عشان تسد اليومن كله بتاعه القولون عايز لها سنتين، كل 6 شهور تسد ربع اليومن. العيان المفروض لو هي عامله انسداد يبقى هو تعبان لي سنتين، انت بتقول هو تعبان لي شهرين. ايوه، ما هي الماس مش هي اللي سد السيجمويد، الماس سد ربع السيجمويد، ربع اليومن. امال مين اللي كمل الثلاث ارباع؟ الهارد فيك المطر، جات فيك المطر امباكتد على الماس، هما الاثنين خلاص حلفوا بالثلاثه، اليومن ده اتسد، الماس نشفت دماغها واتحشرت، والفيكال ماتر جات نشفت دماغها عليها واتحشرت، وخلاص بقى العيان مفيش براز، يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة بطنه كلها اتنفخت، الليفت كله نتنفخ، والترانسفيرز كله نتنفخ، والسيجمويد اتنفخ، والسمول انتستين جاية دلوقتي جايبة المية بتاعتها من الترمينال إليم عشان تعديها من الإليوسيكال فالف على السيكم، السيكم يقول له بس اقفل مفيش عندي مكان ارجع، السمول انتستين كونتينتس تفضل ترجع من الإليم للجوجنم للديودنم. يبتدي العيان في الاول يرجع يقول لك برجع جاستريك كونتينتس لونها اصفر اتش سي ال، بعد شويه يقول لك ده انا برجع الجاستريك كونتينتس ولونها ابتدى يبقى مخضر جامد بايل، ما مسدوده الدنيا، البايل نفسه مش نازل، بعد شويه يقول لك ده انا برجع ميه لونها بني وريحتها معفنه سمول انتستينال كونتينتس، ما هي الدنيا خلاص قافله تحت، كل اللي بيجي مقف مسدود عليه، ارجع 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 لحد ما يجي على اليوم دي يا جماعة، ثواني هرد على التليفون وهكمل.